المشاكل مع الكنان هي مش مشاكل يعني حينيه، يعني هي تراكمات تقريبا ملا بدات الكنان. صحيح ديما في الاجتماعات معهم ديما كنا نلقاو يعني نلقاو صياغه تاع تفاهم. الحق علاقتنا كانت حتى المده قريبه، هي علاقه نتاع بارتناريا، لكن لاحظناه كونه تقريبا ثم من اخر العام اللي فات نقولوا يظهر كيما ثم اخلال من التعاقد، يعني اتفاقيه، يعني احنا عاملين اتفاقيه متعاقدين مع بعضنا، الاطراف الزوز لازم نحترموها. مثال التاخير، الحق بل اني يعني نحكي على الاقل في جهتنا التاخير كان ظرفي يعني ومفهوم، لانه يعني تفهموه، لكن لانه يعني التعاقد معناتها ماهوش بلاغي معناتها. مثال الصيف نعرفوا العطل كذا، يعني ديما يصير شويه تاخير، الناس كنا نتفهموا. لكن اللي صار من تقريبا من اخر السنه الفارطه كون تاخير ولا 3 اشهر 4 اشهر 5 اشهر، وفي وقت ماهوش الاعتياد، يعني ماهيش برد نتاع الصيف ولا رمضان الى اخره. اثنين، المشكل ممكن من الظروف اللي مرت بها البلاد كذلك، قد تكون الاداره ما تجرأتش بين قوسين يعني باش تبعث المواطنين تقول لهم راكم فتوا السقف المحدد 2010 2011 2012 2013، هذا الظروف اللي نعرفوها كل. جات السنه بعثت للمواطنين معناتها يظل لي قيمه في المستوى الوطني قيمه 64 مليار. بطبيعه الحال هذه بالنسبه للقطاع الخاص هي يعني ضربه قاسمه للمواطن وللطبيب، مع انه المواطن يجي يلقى روحه مطالب باش يدفع مليون ولا اثنين من فهمت الديباسمون تاع 3 سنين 4 سنين، لو كان قالت له في الابان راهو خلصها باش تجملهم له 3 4 سنين، يعني فرد وقت بطبيعه الحال باش يبعد حتى على المنظومه هذه. وهذاك شو اللي صار، يعني الحق نحسوا تخش عليها الكنان قاعده تدفع في المواطنين باش وتعاقبهم لانهم اختاروا المنظومه الثانيه معناتها المنظومه العائله اللي احنا هذيك هي اللي نحبوا نخدموا عليها. بالنسبه لنا المواطنين مش معقول انسان صحيح هو قام به فحص هذاك ودين هذاك مثلا، لكن قولوا في البال انسان في باله امور منظمه، تجي بعد 4 سنين تقول والله عندك 4 سنين تالي راك كل عام تجي تفوت بالسقف نتاعك، وثم شكون بالحق مع حسن يعني في بالوش. ثين زاد ثم برشا لما ماشي بالهم، يعني هو ثم برشا حتى في السقف كيفاته، يعني المواطن ماشي في باله اللي هو تعدى على المرض المزمن مثال على بي سي الفحص اكس احنا نقولوا عدى على بي سي، دونك ماشي باله بالحق لا با ديباسي لو بلافون، يجي يلقى روحه كون هذاك ما تعداش على لابي سي اي دوكو البلافون حتى هو ما في بالوش. معناها خاطر سمعنا ساعات المره اللي فاتت في التلفزه قال المواطنين في باله، يعني كيفاش ما في بالوش ولا ديباسي اللي معناها ثم برشا حالات بالحق نتاع حسن النيه المواطن، لانه يعني ما نتخيلوش المواطنين الكل قاعدين يحسبوا بالواحد كذا. انسان تقول عندك زنين مسافر زنين نعم ما عادش يمشي عادي وباش يمشي يجري لك نعم قال لها رجعني للسبيطار، فهمت فهمت كيفاش دونك رجعنا المنظومة الأولى المنظومة العمومية. المشكل هو مزمن، مشكل في إدارة وسيب بصفة عامة، والكلام هي ماهيش بعيدة، يعني ما أصابها نفس المرض ألا هو ديما ألا ما ننظروش للمواطن يعني لصاحب الخدمة وإلا للطبيب مزد الخدمة ما نقراوش فيه حسن النية يعني أعتبروه مخالف إلى أن يأتي من خلال ذلك. يعني مثال تحس الكلام تحس مثال هي الطب قاعد يخدم برشا هاب الدوسي تكون كونترول دونك عطل 6 5 شهور، فهمت كيف؟ يعني هذا هو المشكل. كتب ثم بارتناريا اني باش ناخذ قرار ولا باش ناخذ اجراء، اقصد عندك نقابات انت فهمت معهم تعلمهم قبل ما تبدا تطبق. احنا اللي دارب ولا تبدا اي اني باش نعمل القرار هذا نبدا نطبق به، فهمت اي كي يبدا كيما نقول تشكيك كذا وقتها فهمت يعني انت اعلم اللول اعلم اللول اعلم المواطن نتاعك المخرط نتاعك اعلم الطبيب اللي متعاقد معك ونقعدوا بعضنا ونتعاملوا خير من تبدا العلاقه هكا تبدا ما فهمت مهتزه. احنا راني دي بارتنير معناتها الكنام سي فري مش عدو حتى حد، هي تاخذ فلوس من المواطنين صحيح مش قاعد تاخذ اسي زاد حتى المواطنين ثم برشا ما يحبوش يقول الحقيقه للمواطنين راهو ب 6 75% يعني ما تنجمش نكونوا ما نعملوا خدمات صحيه يعني اللي تغطي كل شيء. اول حاجه يقول الحقيقه للمواطنين يقولوا راهو النسبة هذه راهو ما تخليكمش تطلبوا خدمات صحية سويسرية ولا فرنسية اجتماعية، فهمت؟
دونك يزلنا نزيدو. ثم العديد من الموارد، معناتها الطرق نجمو نزلو بها الموارد تاعك. نعم لكن اولها صحيح، اولها هي تضامن ما بين الوزراء والمنخرطين كل باش نعاونو، باش نعاونو الصندوق نتاعنا اللي هو اللي يسدي خدمات لينا حنا. اليوم انا لاباس عليا اخي، معناتها المواطن الاخر والمنخرط الاخر ما مريض، نعاونو الى اخره. يعني هذا هو 6-75 قليل على الاخر. احنا ما نراوش يكون ثم تقصير الحق، نحن تقصير كبير من الكناء ومن من الحكومات المتعاقبه اللي ما حبتش تحل، معناتها على قاعده الحوار هذايا. اي نتفاهم لك، نعم 6-75 ما عندناش فلوس، قد تكون ما عندناش فلوس سوفيزون، لكن قول صارح قول ما عنديش برشا فلوس، خلينا نشوفوا واحد مع بعضنا، مش تخليني نخدم ولا تخليني نداوي باش تقول جيت بيبي يلقى روحه مسال ب 1000 قداش من 1000 دينار، يجي المريض يلقى روحه مسال ب 1000 دينار، يعني هكا ما تجيش. يعني وبلا بالشعتي وجستيفيكاسيون المره اللي فاتت شفنا، معناتها الحق ماهيش مقبوله، معناتها الحق ما الواحد ما ينجمش يتقبلها.